السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف النهاردة 100 كتكوت، والنهاردة 22/11/2019. الحمد لله الوضع العام كويس، الناس اللي هنا مظبطين الدنيا، وسعوا تدريجة اهوت. احنا في بداية الأسبوع الثاني وبدأت الفراخ تكون في نص المكان، و الحمد لله الوضع كويس. الفراخ كان عندها اسهال، نزلوا دواء اسمه فلوراكول 2 سنتي على لتر ميه، كانوا بينزلوه بالليل وبالنهار كانوا بينزلوا الدواء ده هوت. الدواء ده هوت عبارة عن مجموعة من الفيتامينات والكالسيوم والأحماض الأمينية والأملاح المعدنية نهارا، والفيروكول ليلا. الحمد لله الوضع العام كويس. الفراخ بتنهج رغم ان احنا في الشتاء هوت، ولكن بسبب مفيش نسبة من البحري، والقبل هوت فاتحين منه زاوية، والباب اللي هنا دوت بيقفلوه طبعا مفترض، يعني هو باب بلكونة كده، نشيل المشمع اللي دوت، علشان زي ما احنا عارفين حضراتكم ان الكتمة واللمبات ديت بتحرق الاكسجين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون، الغازات دهيت بتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي، وممكن تجيب برد للكتاكيت بتاعنا. فلابد من تغيير النفس بالقدر اللي الفراخ بتاعتنا يعني يخليها تبقى كويسة. الشيء التاني طبعا لقمة 100 كتكوت او 120، ما ينفعش لهم سقايتين، ادي واحده اهيت والتانيه اهي، بصوا بقى المساحه فاضيه ازاي، وعلفتين طبعا شويه خالص، لابد من 4 أو 5 سقايات واربع او خمس علفات، لان كل ما الحاجه دهيت بتبقى كتيره بتساعد في زياده وزن الفراخ بتاعتنا. ولكن الوضع العام كويس، فرشين التبن انا شايفه جاف ونضيف، بيوسعوا توسعة كويسة خالص، والوضع الحمد لله كويس ومفيش فيه أي مشكلة خالص. وطبعا مع زيادة المسائل والمعالف لابد إن إحنا نرفع المسائل والمعالف ديت، علشان بصوا العلف متبحتر على الأرض إزاي. وطبعا لابد من يا جماعة لما نخش نشوف كتاكيتنا نخبط كده بحاجة بحيث الكتاكيت تمشي، نشوف اللي تعبان اللي نايم، نشوف وضعهم إيه. تمام اهو، بيعمل حمام، حمامه كويس ومفيش فيه اي مشاكل خالص. لازم نشوف كده الكتاكيت بتجري ايه وضعها. فالحمد لله الوضع العام تمام. كتكوت دهوت النهارده حوالي 10 أيام، يعني متوسط وزنه حوالي 200 220 جرام، النوع طبعا نوع قب، ويعني الحمد لله كويسين. برضو بياكلوهم علف بادي 23%. طبعا دي كانت متابعة لوضع في الشتاء، للمكان، للأرضية، لوضع الكتاكيت، للعلف، لإيه اللي بيحصل في الفراخ بتاعتنا. إن شاء الله نتابع أي زيارات أو أي معلومات خاصة بالطيور بتاعتنا أو بأي طيور أخرى. تابعوني على قناتكم، قناة مهندس صبري غازي، وشكرا لحضراتكم.